الرجال اللي نوت قنص القلايل فوق بمهار وكوار الذلايل، قصوا ثر شيبانكم وقبضوا ميراثكم، الله الله في الجمايل، الله الله في الجمايل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يا مرحبا ومسهلا فيكم في برنامجكم برنامج القلايل. اليوم ثالث يوم للمجموعة الرابعة، اليوم آخر يوم قبل يوم المنكاف، يوم تعديل الوضع. النتائج تغيرت ولا ما تغيرت؟ المخالي انترست ولا ما انترست؟ اضبع لها طاري ولا ما لها طاري؟ على قولة أخونا الشاعر محمد بن فطيس، من بغى يملي المخالي في تحزم، بشقر انصافي ظهر ضافي جلايل، ولا شاهين مثل حلول فعله، في فوير الطارحينه بالمحايل. بالمحايل يا مرحبا بكم، ويا مرحبا بك اخوي سعيد. بكل بقى فهد، ورحب بمشاهدي الكرام مشاهدي قناه الرياض قناه الجميع. ونقول الليله غير، الليله الثالثه في مفاجات مفاجات غير طبيعيه، فلا حد يغير المحطه اليوم، وخلكم على قناه الريان، لكن راح تشوفون اشياء اليوم وصيد، وراح تشوفون مواقف حلوه اليوم اذا الله اراد، والفرق كلها ان شاء الله لها مواقف بعد ولقطات غير طبيعيه اليوم ان شاء الله. ايه اذا الله اراد ان شاء الله. بس نرحب بضيوفنا المتواجدين معنا في المجلس. نرحب بهم. نرحب اخوي عبد الرحمن بن احمد الباد المعضيد، رحب فيك ابو احمد. الله يحييك. ورحب اخوي علي سيد النوره. الله يرحب بك على فضله. ورحب كذلك مبارك من ثامر السبيعي. مرحبا، هلا وغلا، الله يمسك بالخير يا سعيد، ومساء الحضور وعلى المشاهدين الكرام. والترحيب بعد موصول مشعل عوض العتيبي من دوله الكويت، يا مرحبا ومسهلا يا ابو سعود. والبقى طال عمرك، والبقى البقى. ونرحب بمحمد بن نهار النعيمي رئيس اللجنه الفنيه، يا مرحبا يا ابو نهار. يا مرحبا يا اخوي فهد. يا مرحبا يا مشعل. نرحب في ديرتك الثانيه قطر. الله يبارك في غلات الجميع غلات الريان. الله يبارك فيك. الساعات شفتك معنا. الله يبارك بايامك يا يا مرحبا بك ابو ثامر. لبي تلبي مكه انت السامعين. الليله ذي طبعا الليله لها ختاميه للفرق الجوله الرابعه. صحيح. والليله ذي كسر عظم. انت تقول لا لا لا، شيء 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 في الخيال صراحه يا ابو ثامر. الله يوفقنا وياه وخمس سنين. عز الله ترى ما ادري الا من تعب يا سعيد. والله يكون في عونهم. واللي صاد ان شاء الله جعله في زود ان شاء الله، والله يرزقهم كلهم الصيد والفيل ان شاء الله. امين رب العالمين. امين ان شاء الله. لكن الله اعلم. حمل وطيس. حمل وطيس. نعم. الليله الثالثه شعللت اكيد. اقول لك خذ كلام اخوك. زين مش علي. والله سعيد الليله ليله التامين. تامين هذه حلوه. تامين عن بكره. تامين. نعم. حقت بكره لازم. واليوم بيكون فيه جهد مضاعف عليهم كلهم، وفيه ان شاء الله صيد اذا الله اراد ان شاء الله. مشان نرحب بك ونقول طبعا شفت المسابقه؟ اي بالله شفتها. شفتها وجهود تشكرون عليها وفكره من احسن الافكار اللي شفتها صراحه. زين هي من الليله الثالثه للجوله الرابعه. نعم. واللي بيتاهل منهم بيدخل النهائي ان شاء الله مع الثلاث فرق اللي فازت. نعم. تتوقع الليله ذي ان شاء الله الثالثه هي تحسم الامور. هي تحسم الامور؟ نعم. ما عاد باكر يعني؟ بكره ما لو انا شفت فريق اعتقد الجلعه لا كان امس متقدم بشكل كبير. صحيح. اليوم يحسم الامور اذا فيها اعتصاد مثله. أيه. او حوله. أه. انه بكره اللي يفرق. صادق. لكن اذا هو على وضعه او زاد ما ممكن فريق ثاني يسوي مفاجاه. لا ما يلحق. ها؟ لا يلحق. ممكن يصير فريق مفاجاه. انا اقول اذا زاد. أيه. الجلعه اذا زاد ما يلحق. وشفت توقعات اخوي ابو ثامر البارح ويا اخوي علي. أيه. وكانت توقعات ابو ثامر والله انها قريب. تخوف. قال ما حد صايد ما راح يصيدون. ايه. وصادوا واحده. لا اله الا الله. لا عجل اليوم بعد بناخذ توقعك. توقعي انا والله عاد بناخذ بس لا جاء وقت الصيد. ان شاء الله ابشر. الحين طبعا علينا مشعل ويمكن المشاهدين ما تغني عن التعريف معروف زميلنا الاعلامي. طبعا في قصيده قبل ما نروح لسوالف الطير وسوالف الصيد. الله يبارك فيك. القصيده طال عمرك انا اول مره من 7 سنين ما جيت قطر. يا مرحبا بك. والبقاء. وقلت قصيدة في قطر أبرك الساعات لأن جيتي لها من 7 سنين ما كانت اللي أنا أشوفها الحين. فأقول عد ما غنى على الغصن الحمام، وعد ما هبت ذعاذيع النسيم، وعد ما طارت مكاتيب الغرام، وعد ما هل المطر والدان ديم. يا سلام الله عليكم والسلام، يا قطر يا ديرت المجد القديم، يا بلاد العز يا رأس السنام دام عزك، يا بلاد العز يا رأس السنام دام عزك، يا مطوعت الخصيم يا أهل العادات. عليت أنا علي أبليث. أنا ترى جديدة ولاني حافظها بس معذور. معذور معذور.
يا بلاد العز يا راس السنام، دام عزت يا مطوعت الغريم، يا هل العادات يا ذخر الكرام، يا هل الوقفات لمس البريم، خابرك بالفين وسبعة بالتمام، وانذهلت اليوم بالوضع العظيم، التطور فيك من عام العام لين صرتي درة العقد النظيم، نهضة العمران محد الغمام، ونهضة الإنسان والفكر السليم، وقفزة التعليم وسناد المهام للرجال الكفو والحر العديم. كل يوم تزيد خطوة للأمام، زاد هالله من نعيم في نعيم، والله إن اللي يحبك ما يلام، ما يلام وقايد الدولة تمين، فيه من روح الشباب الانسجام، وفيه خبرة عود مع رأي حكيم، وفيه حكمة للمهمات الأجسام، وفيه نظرة حر وقضاية حليم، بلبل اتطور من اسلوب النظام، وللسياسة خط واضح مستقيم، وللمواطن حط جل الاهتمام داخل الدولة وخارجها حشيم، واقع يغنيك عن فحوى الكلام مثل نور البدر في الليل العتيم، كيف نستغرب من الفذ الهمام، وهو تميم ومرجع العزوة تميم. آل ثاني مهم قابيس الظلام فزعة المظلوم وتعامل الخصيم. صح الله صح بيض الله وجهك وافي ويا مرحبا في ديرتك الثانية. والبقى الله يبارك فيك. خلنا نروح مع موضوع لغزنا طبعا. احنا مشعل اللي هم المشاهدين والحاضرين اللجنة حاطه لغز للمتسابقين، واللغز ذا عليه عاشة، يمكن عشان نوضح من هاي دائما في كل جولة نوضح الأمر هذا. وهاي العاشة طبعا يجيهم عقب إذا جاء المغرب بدهم معودين. أيوة. فتحط لهم لغز على الجهاز وتراسل معهم. أيوة. وعليه عشاء. والبارحه وقوه البارحه حلها فريق الجلاء البارحه وقوه البارحه بنشوف على المشاهدين. أيوة. اذا الله اراد نشوف ونشوف لغزنا البارحه. أيوة. ونشوف من اللي حله أيوة. مرحبا بكم مشاهدينا وحياكم الله في مجلسنا في القلايل، ولغزنا اليوم اللي هو اليوم الجولة الرابعة والليلة الثانية. صحيح. البارحة العشاء أخذوه الجلعة، لكن خلنا نشوف عشان هذا الليل من هو في حظه. البارحة بن عفيشة قال سمعة السراج. كله نفس الشيء. أي بس لا. بس هو قال الفريق الجلعة الوعد بكرة. الله الله بنشوف بنشوف إن شاء الله ونشوف الرب اللي معه. يقوله بسألك يا ليل والسر الظلام، وبسألك عن رجل ذكره الله في كتابه. رايح حكيم وفيه دوال العظام، وسبحانه اللي خصمه احبابه. رامع يا ابن عجان. لا ارسل ابراهيم مرتين ذكريه. النوم يا سلام عليك. نوم الليل ولا قايله الليل في الظلام. يعني قريب وخليل. ها بس اعطونا رامع ثانيه. رامع يا ابو عجان ارسل من الخليبي. التمر حد دخلص رطب بين وابا موجود في القلاص. الرطب صح صادق خليزي ولا شيشي خلاص وش يقول خليزي ولا شيشي يقول خلاص سكر اذا عندكم طرف سكر. رامع يا ابن عجان ارسل من فريق الوعد صالح ميدي بالوعد صالح ميدي حبه البركه سلطان. أرسل أبسلك يا ليل كمل يا أبو عجال أبسلك من رجل ذكرها الله في كتابه أحبت البركة وأنك يا سلطان. رمعة يا أبو عجال أرسل من معي بن عياش هو القرآن الكريم. عيد مرة ثانية فات القرآن الكريم بن عياش أرسل أنت خطير. هاي من هو يصير؟ بسفر بسفر ذي؟ بعد يا فهد أرسل ما فيك حيرة فهد جابتك صح يا فهد حضري صحيح بسفر مرحبا بكم مشاهدين ورجع لكم مجلسنا في القلايل وشفنا طبعا فهد بن عياش هذه ثاني ليلة وهو يجيب العشاء لفريق الجلعة ثاني ليلة كفو يستاهل يستاهل بس الله المفكر الله يكرمه بالخير القرانيين يسمع الله ما يخلونه الشيبان معه فران وحدا الدعم
أو عبيد مرزيق معه. نعم نعم. يستاهلون يستاهلون. شو رعي الغاز بعد؟ بعد. بن صادق. نعم نعم. مش شلون شفت الغز وشفت أجواءه؟ والله حلو. هذه الرمعات حلوة. صادق. اللي والله رمعة النوم حلوة بعد. بعدها. والله رمعة النوم حلوة. قايلة ولا ليل؟ إيه بس الليل. والله أحمد ولا هنا الحاضرين ولا المشاهدين. ولا تصور. اليوم الحمد لله رب العالمين. نشوف يمكن الأجواء. أدفى يوم في البطولة. اللهم لك الحمد. اليوم دفوة. أجواء طيبة. إيه يمكن الظهر عليهم حر. الظر ركايبهم تعبها. والله ما بحر قوي على الهجن. الهجن ما يتعب. يمكن هو ما وصل الحر اللي يتعب الركايب سواء كانت هجن ولا خيل. لكن إذا هم أجهدوها في الأيام في الليالي الأولية ما سقوها يوم ردوا معزابهم. إن كان هم ما سقوها ولا طعموها بتأثر عليها. لكن كانوا يراعونها. في عشاها وفي سقيها حتى في النهار حتى يقول بدو يقدحون لها لو شيء بسيط في المضحاة ما يضره لأنه براد هم بيض الله وجه اللجنة نعم. بعد أعتقد أمس حطوا حيضان للماء حق المشاركين قبل دخول المجموعة الرابعة حطينا بحكم الجو بدأ يحتر شوي في النهار المجموعة الأولى والثانية والثالثة كان الجو بارد. بارد. صحيح. يعني بالذات المجموعة الأولى والثانية كان درجة حرارة الظهر 15-16. صحيح. موزعة في المحمية كاملة. موزعة في أماكن محددة على الجار من عند الحكام من يطلبها الفريق الحكم يقول له شو أقرب حوض ماء يروح له. هو حين الآن لازلنا في برد وحتى الرعي خضر يعني ما هو بجاف. صحيح. الرعي لا قده جاف أو يابس ترجع تشرب لكن ما دام في خضر يجزيها يعني يطول وقت وردتها احنا حطينا للخيل اكثر شيء ابو حمد انا اقول للخيل نعم الخيل اذا ما كانوا يسقونها يتعب هنا فتتعب ما بيض. تستحمل للمغرب بيض الله وجهكم ايش رايكم نشوف رجعت فريق الاجلعه البارحه ومعشاهم وسوالفهم البارحه اي مستانسين النفسيه حقت اليوم ايش راح تكون يلا مشاهدينا خلونا نشوف رجعت ومعشى فريق الاجلعه اليوم عودتوا بدري احس كانه تكتيك منكم لا كفريق لان بكره ما عاد عندكم الا بكره يعتبر هو اليوم الرئيسي لا احنا ما قصرنا اليوم هذا العرق من جنوب لشمال وجينا من هناك مغربين وجينا عنتنا من غرب ما عاد به قدامنا عنتنا ابدا نجي ونحط العصير بعد هذا مثل ما قلت تكتيك يمكن صح احنا اريح لنا نجينا من وقت ونرقد من وقت ونسرح بعد من ليل ابو حمد يعني اودي انشدك بالنسبه لفريقكم يعني هل قد قنصتوا مع بعض قدام ذا المره ولا اول مره وبلا شك الطيب ما يعرف الا الطيب هذا امر طبيعي ولا يتجانسون الا اللي على طريق واحد هذه البطولة بداية كانت بطولة لكن أصبحت فيها أشياء كلها في صالح أهل المقراص كلهم حتى من المجموعات الثانية والأفرقة الثانية صار فيه معرفة نعرف ناس واجد يعرفوننا وهم ما 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 أصبحوا في فريق لنفسه كيف ربعنا اللي ويانا في نفس الفريق طبعا فيه اللي تعرفه وفيه اللي عرفته فيما بعد لكن القلوب توادت كلها مع بعض مبارك انت اللي كان اساس الفريق معرفتك في القاعده الشقيله كني قد سمعت انك قد جلست انت فيها فتره وقناصك فيها دايم كان ساكن فيها وكان نقنص فيها عشان كذا ابو حمد هو يا الربع اختاروني قالوا انت اللي انت العساس انت العساس يعني انا ودي احد منهم كفاني يعني القاعده كلها قاعده والله اعرفها من البوابه بوابه الحدود إلين تقول سلام عليك الرمزان دي كلها أعرف
بس عقب المحميه تغيرت وايد، ظهر الشجار اليوم محصل لي عبل انا. اي والله هو قد له فتره ما ظهر. يذكرون هالشيبان والغضاء، الغضاء ظهر والعبل ظهر. سبحان الله. تابعنا وياكم رجعة ومعشى فريق الإزلعة، ونقول الله يديم عليهم إن شاء الله ما يفرق بينهم. طبعا للتواصل مع مجلة الريان حول مسابقة شعرية خاصة للقلايل بتعينون العناوين والأرقام موجودة على الشاشة. أبو أحمد ولا يهنون الحاضرين ولا المشاهدين، شفنا كلام أبو حمد عبد الله المحشادي يوم تكلم عن البطولة وعن بعد أيضا ترابطهم ومعارفهم، نفس الكلام اللي قاله فهد بن عبد الله القريصي من فريق زكريت في أول البطولة، إن البطولة هذه تجمع وعرفت الناس بالناس. صحيح، هي العمل الجماعي في سواء أنت في فريق وتعاملك مع الفريق الثاني إذا تواجهت معه في المقناص، وبعضهم يرفع نفسه إلى شاف أن الفريق الثاني على ثر حبارة وقال له الحكم ترى هذه حبارة الربع يقصونها، يسترفع ويعود، هذه كلها تدل على سماحة خاطر الناس وكسب العلاقات بينهم بين وتوطيتها. هذه محك، والنادر يزيد معرفة ويزيد محبة ويحبونها الناس. ناهيك ان اصلا هم كلهم عارفين ان البطوله هذه يعني مغطاه اعلاميا، يعني الانسان قد ما يقدر يحاول يكسب بعد الراي العام ويكسب الناس. صحيح، يعني يكون صيده مو بالحباره وبس ولا الطريده، صيده حتى محبه الناس، صيده حتى في العلم الغالب. نعم زين، خلينا نشوف مشاهدينا الكرام. شوف الحين قبل شوي فريق الاجلعه بقياده عبد الله بن حمد المحشادي، خلينا نشوف فريق الوعب بقياده سيد بن حيدان المري والربع اللي معه ممساهم البارحه والسوالف البارحة والخطط اللي كانوا يحطونها لليوم. نشوفها معكم وراجعين. طبخه طبختين، طبخه حق الشباب حق ابو ماجد ثلاث حباري، بكون شوي لازم تاخذ وقت اكثر من طبخه سلطان. انا سويت طبخه سلطان لان سلطان ما ياخذ حباره، سويت لها بنت الديك الدجاج، سويت لها كبسه دجاج واحنا كبسه حباري. صح الله لسانك إلى الله وجهك. مرحبا فيكم مشاهدينا، ورجعنا لكم عقب ما شفنا فريق الوعب ورجعتهم البارحة، وعلي سيد بن نوره نشوف أبو لافي أموره طيبة والرب اللي معه. والله والله يطيب أيامنا وأيامهم، مستانسين عينوا صيد، وأبو لافي حتى من كلامه أنها شوفته القاعة هنا شرحت خاطره زيادة، وصاد الطير اللي معه. نعم سمعت، ما شاء الله بيزيده ولس، ومع مثل عياله كلهم في الخدمه، هو وكلهم عنده، ومره ولبيك ان شاء الله. فان شاء الله الله يمتع بايامه. امين. وينسى هو السامعين. امين ان شاء الله يفرح ربي ان شاء الله بالامور الطيبه هذه ان شاء الله. وفيه من النقاط اللي تكلمتوا عنها جمعة العرب، هذه تحسب للبطوله اللي
اللي خلت الخلط. صحيح. واكثر الناس حتى تكلموا قالوا في الشمال كان خبر الحميدي. نعم. قال احنا في الشمال القصص عندنا ما في قصص هنا. صحيح. جاءوا هنا وعرفوا القصص. طبعا احنا ما نقول انهم ما يعرفونه، لكن يمكن من مكان القاعه تختلف. سمعت؟ فهذه تحسب للبطوله والله يطول عمرها. اشتراك اخواننا اهل الخليج. نعم اشتراك اهل الخليج. اهل الخليج اضافه صراحه. الخليج اضافه كبيره بعد، ما هي صغيره اكيد. طبعا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم اذا الله اراد، وعاد باقي فريق زكريت وفريق درع الجزيره مساهم البارح والامهم البارح، لكن اذا الله اراد نتواصل معكم بس بعد هالفاصل. رجعنا لكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. طبعا ابو سعود ولا يهنون الحاضرين ولا المشاهدين، مثل ما ذكرت في البدايه مع ابو احمد عن الجو اليوم يمكن كان حار شوي. مقناصهم على خيل وعلى هجن ورجليه. الطير لهم في موتر تشغل عليه مكيف الظهر. الله الله. بس ان الجو والشمس فوقك. بس ان الجو مو بحار ذيك الحراره اللي يخلي الطير يحوم. والله الظهر انا ما اجي الظهر اذا حر تعدت درجه الحراره، اعتقد اذا تعدت 25 26 الظهر ما يحوم حوم الظهر. والهدد ما اعتقد في هدد الظهر. الهدد من الضحى ولا جاء الظهر يريحون، ومن بعد الساعه 3 مع هدد للساعه 6 5 قبل المغرب. صدقت. طبعا احنا شفنا الاجلعه ومعشاهم الوعب، الوعب ومعشاهم باقي زكريت ودرع الجزيره. ايش رايك نشوف رجعه زكريت البارحه ومعشاهم مع مشاهدينا الكرام؟ نشوفها معكم. اليوم الثاني مجموعة الرابعة مع فريق زكريت. البناصر تكلمنا عن صيدكم اليوم. اليوم صدنا حمارة فرطنا باثنين. الضبال اللي فرطناها تكرم ما كانت السلقان معانا، السلقان ضاعت من البارحة وعينوها اليوم في فريق الوعب وما كانت ويانا. الربع طردوها طلال وناصر طردوها بالخيل لكن ما ضاعت. خبر فلفل عرق من ذب تنزل في جفرة ما يدري ما راحت يمين ولا يسار فراحت فيها. والله نفج غزال عند فهد القريصي وبلغنا وكنا شوي بعيد وجينا على وجهة فهد لكن ما شفنا الغزال. زين شفتك رد الساعة تقريبا 4 أو 3:30 4. نعم احنا رديت أنت ومطر وعلي. علي نعم علي عنده حصان وجهد اليوم تعب شوي فما هو بتعب يقدر يكمل فانتبه حق الحصان قال يبغي له ماي وعنده وجد الفيزر كله وكنا قريب من البيت. زين مطر سلامات او شيء؟ الله يسلمك. خير؟ ما بشيء شد بسيط وجا الدكتور توه وعالجه ولا احس بشيء. يعني المعنويه بكره شلون؟ اوه عاليه ان شاء الله. غيرنا مطيته. غيرته؟ اعطينا ناقه فيها جنبينات. مش عشان الرجلي يعني؟ لا هي مشان رجلي، انا مشيت اليوم مسافه اكثر من المركب. ما في خطه بكره ولا في خطه؟ والله على حسب اليوم الحبالي وايد في كل مكان لكن القاع الشدد ما ينفع. بالتوفيق يا ابو ناصر بكره ان شاء الله. جزاك الله خير.
وان شاء الله صيدكم اكثر من الحباره هذه اللي تقول عنها 40 نقطه المفروض خير هذه المفروض 40 على كبر بس ما الريلين اللي خذها اللجنه لكن ان شاء الله بكره توعدنا بتغير نتائج ان شاء الله. مرحبا ومسهلا، شفنا معكم فريق زكريت ونقول قبل كل هذا نقول خطاه الشر لاخوي مطر النيادي من الامارات وجعله ما يشوف شر ان شاء الله وجعله اجر وعافيه رب العالمين امين. مبارك ابو خليل البارحه خطط على الضبه لبيه؟ خطط على الضبه من البارح ابراهيم في فريق زكريت مطرش الريجي يشوف هو محلاته فاتوقع اليوم انه ممكن الرجال مس الخطه انه يضبي اليوم والله يا سعيد وانت بالربع من تصريحه اول يوم يوم العساس قال انا تركيزي على الحبارة ابراهيم مساك بخير وكان ضيف الحلقه قال انا تركيزي على الحبارة وقال ابي ريش ابي حبارة زين والحين اللي سمعنا هذا الحين شفنا الرجال طرش ريجي يدور الظبي ها تغير الحال والله الظبي عسر لا والله يا سعيد بدون نفسه كلش طاق بالموت صادق بس احتلوا فيه الريجي يفرق بالنقاط والله يا سعيد شوف النهائي شوف بقول لك هذا تغير السابقة بقول لك الظبي بيجي شيء الله يستر عليه الله يعينه رب العالمين اللهم زين شفنا طبعا فريق زكريت مشاهدينا الكرام اكيد فيه مع الجمهور ينتظر فريق درع الجزيره ممشاهم البارحه ومعشاهم وعلومهم البارحه للي يبونها لليوم نشوف معاكم مشاهدينا وراجعين. احنا من الصبح وعارضنا فريق قلنا خلينا نبعد منه عشان ما نتخالط سبحان الله عينه اذا راح باره ولا عينه اذا راح باره تروح صوبهم ولا يجي صوبنا ظهرنا من مكاننا شمال ورحنا شمال شوي عقب روحنا شرق وزاد علينا الهواء عقب روحنا من مكاننا جنوب وصلنا يوم قدنا في نهايه البرقه اجينا اثر حباره عين ذي حباري واجد لكن يوم صوت علينا خالد اثر حباره جديد توا بيرتبط علينا يبي ثار ثلاث واحدة بيقول لنا ثار ثلاث عشان نقبض السلق ولا مدانا نقبض السلق طيرنا السلق عادنا ما حتى ما قبضناها ولا اسم يعني في وقت يعني ضيق طارت تفرق لنا الحبال وثبتنا اللي ثبتنا رحنا صوب واحدة منهم وهدينا عليها طير صدناها وعقب رحنا على تهوى الثانية وعينا أثرها لكنه ما عاد في وقت قدرنا مسيام وخليناها والثالثة لا بعد خبرين مكانها بس قلنا خلنا الصبح نروح لها أحسن الحين ما عاد بوقت لا نقدر نوصل لعنه ولا نقدر نهدى على الحبارة فيه قلنا خلنا نعود وبكرة إن شاء الله الصبح سارحين نصور اليوم الوقفة صارت مني أنا إحنا وقفنا اليوم مني أنا حد ما هو مني تعبان ولا شيء لا من وجه ما تشوف شيء الحمد لله كان الإسعاف اليوم ما قصر أعطانا ريت هذا السبيل هذا البنج ذا بصراحة كم بكرة وين متجهين حاطين لكم خطة والله ما تزيدون الطيور لا خطة ما زيادة الطيور إحنا عندنا ست طيور نودي ثلاثة ونخلي ثلاثة يعني ما نقدر إحنا نودي أربعة ولا خمسة ما نقدر صح اليوم إنه لو راح عن الطيور الاثنين كان ما أفلسنا من الحبال لكن الحمد لله الربع كل واحد أخبر من الثاني سيدة يوم شافوا الطيور التماس سيدة نزلوا اللي عنده حمامة نزل سيدة قطر الطيور قبضناها سيدة تابعنا وياكم مشاهدينا رجعة معشى فريق درع الجزيرة ونقول لهم إن شاء الله الله يوفقهم أبو ثامر ولا إحنا الحاضرين ولا المشاهدين لبيت حاجة ولا تصغر شفناهم أمس عينوا صيد صحيح لكن ما توفقوا إلا بصيدة أنتم كرامة والمشاهدين السلقان كان دير الصيد حتى يمكن هددهم صوتهم هدي فلان وهدي يمكن هذه للقانص يا أبو ثامر لبيك
لبيت حاجة القانص يكون راكب. سلمت. عفوا. شو طال عمرك ولا تبر ربع؟ عمرك ما يكسر. الصيد يتغير من الصوت ومن الحركة ومن الأمور كلها. من الخيل. ومن الخيل. تدبك وراه. ومن الرجلي ترى الرجلي أكثر ما يطير الحبارة بالذات الرجلي. قدك في الموتر في قدك الموتر والدوج يمكن تخالفك ما تطير أو تطير مر الموتر. لحوت على ثرها رجلي طارت لو بعيد. اثنين غدا الله يعز وجهك والسبعين ما عنده ملاكة الكلاب سبب في ضياع الحباري اللي طارت طاروا ثلاث وقعوا شوف العين ركضت الله عزك وعز السبعين مشاهدين الكلاب وطريت الحباري اقسم الله منهم واحدة الرجال قال هد يا فهد هد الحبارة الزم هد اختلفت أنا وفهد صحيح. هد فهد وهد مبارك سابقت الطيور راحت الحبارة صدقت فالقنص بالركادة والتسرع جهالة صحيح رجال عينت رجال شروه سبعين حليم محنك يعرف متى يهد وشلون يهد احنا نتكلم يا ربع نقول لك الهدد المناظر لو حصل على الكيف حتى لو السيارة غير عن الزخ الطير تحذفه إذا خلنا نتكلم في نقطة مهمة قالها أبو أخوي يمكن علي شاركنا أخوي خلاك سعود سعود مشعل ها من الكويت يمكن شارك الرأي وأخوي بالهار بعد يمكن شارك الرأي لأن سؤال الجميع ما يخص أحد في حاله مسفر قال لك أنا الحباري شفتها وبنروح لها إن شاء الله من الصبح صوبها صحيح هذاك اللي قلت لك نقاص الحاك ما عندك حب ما حولك أحد مو في مسابقة معك فرقة ثانية سعيد هل بيحصلها قدامها الصبح؟ حتى لا حتى لا الحبارة اللي هدت عليها اسمع يمكن يمكن والعلم عند الله انها تعشي راحت من العرب عشت لا اصبحت الصبح غيرت شايفه الطير صادق مزيره مزيره وغير يمكن حد يخلفك عليها لا لا شايفه طير وضاردتها الله يكرمك وكلاب ما عاد خلتها توقع لا سالفه انه يعني شايف يجونك يخالفونك عليها ما يخالفونك لان انت اللي تسمع هم ما يسمعونه صادق بس هم ما شافوا بس قاع في اربع فرق انت الاربع فرق اذا جيت انت اذا جيت اليوم يمكن اخويك يجي باكر الصبح قصير كم فرق مهيب جنب بعض هي. لا حوالي 500 متر تقريبا عند قريبين بعض مو مو بعيد اذا اذا هذا صح هذه صح انا احسب انهم بعيد عن بعض لا لان مساحه كبيره 20 كيلو ب 20 كيلو اتوقع انه يتوزعون صحيح ما تم الصيده ما تم هي طردها شفت انه طيور وسامعت لها اصوات ودبك وعلى ثرى الله كرمكم كلاب يمكن مصيودة عندها أحبار منها مصيودة منها من طرف معادها معادها شراك مع الجمهور مع المشاهدين مشاهدين بنسمع قصيدة إذا الله راد إذا مكان بس والله القصيد في الطير من اللي حاضر هذه قصيدة في في يعني في وحنا في الصيف والواحد يتمنى إنه يخلص الصيف عشان يقدر يجي الطير ثام يقول متى يروح الصيف والدور الأيام مليت من سجن العمل والمدينة نبيل يا هبة ذعاذي على انسام والعشب شفنا لهم على الروض عينة سقنا جداد الصنع عجلات الأولام مكفول ما تسمع سيور المكينة ننزل بجو ما بني حولها خيام ولا طبها الشاوي إتاحي يلضينا قفرن خلا عشبه على عشبه العام ممطور نمس وناقع مع بطينة قفر خلا عشبه على عشبه العام ممطور نمس وناقع مع بطينه تولموا واللي على الكف غشام لحاق ولا طلعهم خابرينه خابرينه ما شاء الله يطلع مثل زرقاء اليمامه على الشام ما شاء الله دليل طلعه لا كرب صايدينه لا اله ما راجع عن بيض الدواغر ولا حام يهوي عليهن والعطب في يمينه مثل الشجاع اللي على الموت جزام شاف الخصيم وجات فرصه ثمينه مضراب كفه يودع الصيد أقسام والله ما أذكر خرب روح غبينا ونشافه طبا وضفنا الأقدام والرمث غطى بين طلعه وبينه تل سبوق بقوة وردة مردام سنة كروز ومنطلق من سفينة لا إله لا إله ضايف طرفهن وجلدا مثل الأصنام متروعات عيونهن يم عينه ما قام منهن طاح وانطاح ما قام سنه موكل من تحرك هنا جبر الثنادي من فهق والصدر زام من ينقل اللحظات تفتر يدينا شامي حمر مغتر من طيور حكام نواضره فيها الحمق والسكينه ما فيه دق الا العمد دقه وشام سلام الراس عازل والمثايل حسينه ما كنا الا لوحه عند رسام لو لا يعرفه قلتهم صابغينه
هذه طرأة العمر والعمر ما دام والبر طب الأنفس الحزينة. صح الله يسامحك. صح الله يسامحك. صح الله يسامحك. عشان قديك عشان قديك مضايق من الصيف. مشاهدي الكرام مستمرين معكم إذا الله راد مع لبنى الغانمة سوالفنا في مجلسنا في القلاي وعبر قناتكم قناة الرجال قناة الجميع. لكن فاصل بسيط ورجعي لكم. رجعنا لكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. وصلنا لكم، وصلنا للصيد، وصلنا للمخالي، وصلنا للريش فوق الريش، وصلنا للصيد والتفريط. ما سمعت صوت عليه بسيد البارحه واليوم يوم من؟ اي ون والحين ون بعد بعد اي رجال يتحرى الفقره هذه بالذات. ايه علي سيد النوره عنده يعني على اعصابه ها الكل ها مش عليه حط عليه بزياده. ايش رايك مشيد؟ والله يا سيد انك صادق. ها والله انك صادق. حتى قصيده اخونا يوم وصف وطر الصيف وطلع في البر وذي كذاك متهيئ تهيض الواحد. لا لا الحين مقبلين على خير. زين ما دام احنا متهيضين وطاري صيد وحلها الان لجلعه صيد فريق جلعه ابو سعيد ها حلك رجع يقدر يشير لي ها يشير لي ترى سعيد الليله الليله الصيد عندهم كلهم واجد واجد على ان الجهد بيبذل اليوم ما بيستكتلون مجموعه رابعه كلن يبغي ناموس يبغي يخلص. زين خلنا نقول شيء مهم ابو سعيد والمشاهدين ان الليله ذي بالذات في ارقام انكسرت ارقام للبطوله صار هذه السنه الثالثه في رقم انكسر. عيل تتوقع ان صيد رجلعه كم وبالنقاط بالنقاط بالنقاط كم عطني كم نقطه او كم صيده ذي الليل بس كم قبل خلي اللي قبل ابيك ذي الليل ذا لا 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 ابي ذي الليل. زين تفضل يا ابو سعيد. والله ذا الليل انا متوقع لهم واحده لا 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 لا, 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 لا. اقول لك الليله صيد صيد بعد ايه يعني كم ضووا. زين المخلاة كم فيها الله اعلم. سعيد قلت لهم كسر ارقام ربع وحو بشرط عند فريق يا اخي 10 ها 10 لا اله الا الله. نعم عند الجلعه عند الجلعه 10 حبالي 10 حبالي. انت تتكلم عن 200 نقطه 200 نقطه ما انا ما اتكلم عن نقاط اتكلم عن صيد صيد 10 حبالي. نعم ابو ثامر الرجال فرق اول مره من يوم بدأ البطوله يعني مشد النور يفرق الفرق ما عاد يمديك تعطيه والله هذه افرح والله يسعد الحلف ذا 10 20 ان شاء الله لكن 10 خلاص الليل يظهر يظهر خلاص صح والله صحيح نقول ما شاء الله الله صل على محمد اقول الله صل على محمد السلام 10 كم 20 200 نقطة هذا غير اللي انا اتكلم عن 10 حبالي ما اتكلم عن نقطة من حقك من حقك ورايك واحترمك. نعم صحيح نعم صحيح اعطي كم حبالي ولازم تحترم رايي اكيد زين كم ضبي ولا كم عبارة؟ لا ضبي اطلب الله اطلب الله هذا الضبط بالعون بالله بيه العود ان شاء الله يجيب الشارع ان شاء الله الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه ومس عليه بالخير. نعم نص ل 150 50 خمس يعني خمس حبالي يعني 100 نقطة 100 نقطة اي صح انزل بالنسبة لك هم 200 والله انا شفتهم البارح ايه كانوا 180 صحيح البارح ما شاء الله كان عليك متابع ليلى ايه بس اليوم انا اتوقع هم ما شاء الله عليهم انا اتوقع الفريق هذا حرص حرص ويعرف الصيد وين هو حايز. تتوقع زي كم نقاط اليوم او كم صيده عندك؟ ما اتوقع مثل ابو ثامر. خمس حبالي خمس حبالي تبي نفس البارحه ها كم رقم اللي هو وياه لانه ما شاء الله توقعاته طيبه. الله وجهك وجهك وجهك. مشاهدينا الكرام فيه تحيات من ربعنا الموجودين معنا في المجلس علي بن نوره يقول شيء عالمي اليوم شيء خيالي واول مره علي بن سيد بن نوره يقول لي رقم
بالقوة صراحة. صحيح. عشر حباري مبارك بن ثامن السبيعي يقول خمس، أخوي مشعل من الكويت يقول لي خمس. إيه ست خمس حولها. ست خمس ما راح تبعيد. مشاهدينا الكرام نشوف رجلعة وصيده اليوم وسوى، ونشوف معكم. مرحبا مرحبا. اليوم اشوفكم عاجلين، حتى ربعك يعني قد يتحركوا، احنا اخرناك عشان ايه. لا ان شاء الله ما هو بعاجلين، لكن هذا مسرحنا بغادي نفس مسرحنا امس الصباح، والجو اليوم كان نشوفه نتامل ان شاء الله ان الهواء اخف من امس. اليوم تقريبا نقول هو اليوم اللي قبل الاخير، بكره نص يوم ان شاء الله. في خطه معينه بحيث انكم تجمعون اكثر نقاط ممكنه؟ والله حن بالنسبة للخطة ما بخطة، الاتجاه على العبق. اليوم الفريق اصرحوا بدري وشكلهم عندهم نية اليوم. صادوا أول إحبارة، هذا إن شاء الله أول الخير. حياكم طلعين جيهم. تستاهل تستاهل يا أبو راشد تستاهل. أقول لك شدد الجنطة خرطة عجل. هذه الإحبارة الأولى، أول إحبارة، وإن شاء الله جر الصيد جر ما تقع على الهرب. هنا مرحبا. لو شو تسوي؟ والله انا كنا باهر فوق. شوفهم يقصون الربع وانت هنا. اي والله انا اشوف شيء كان يهرب وراهم ولا يطير. أيه. ابلغهم والله كريم ان شاء الله يعطينا الصيد. توكم عينين ترى؟ اي نعم، من شوي والله حول القصينا حول كيلو يمكن. أيه. والله كريم الله يعطينا اياها.
اليوم الثالث، هذه الحبارة الثانية الفريق انشلعه، مبسوطين ومعنويات مرتفعة، وطولت وهم يتبعون ثارها وقصونه، ولكن الحمد لله. أبو حمد، المشاهدين يمكن يسمعون الحين صوت السيارات اللي رايحة وجاية، الله اللي ردها وهي قد قبلت على الشبك، حتى من ضمنهم الظاهر أن هذا من جمهورنا اللي مرة يصيحون اللي دقهرن صيحون موترين، تعبنا ما راح بلاش على قصنا حق ذي، قصناها يمكن حلوة 7 كيلو أو 6 كيلو، ولين طلعت من الشبك قدامها القار، ترى ظهرت وبارت الشارع وعودت ودخلت، هذا الله قاسمها لنا. بارتين أبو دعياش، إيش علومك أشوف الربع يقنصون وأنت نوخنت طيرك ربما في شيء؟ الطير من يوم غبشنا من الصبح مو بعد لا الطير ولا أنا، أنا صايد صايد، أنا صايد واليوم صايد، بس من يوم حطيته من يوم ركبت أنا بعد شوي عندي ركبه مو بعد اليوم كلش، ومن يوم شرحنا الصبح يخافق ليش ساعتك، حتى يوم هدنا على الحبارة مساء وعزلته وبرقعته أبغي يسمح أبغي يتنفض ما تنفض الطير، وشوفني بعد أرشب ماء أبغي يرتاح يتنفض ما تنفض كلش ويخافق من فجر لين الحين. قلت برته أخبرك، جيت شماليه في الدرة وفي ضرال الناقل وأبغيها بس يرتاح شوي يلهد، رشيته بماء رشيته بماء بعد الشاهين هاي إذا ما تداريه مشكلة. شوف والله الربع حبارة وين قصوها وصادة واحدة والثانية الحين مخمر بيروح لها، مبروكين تستاهلوا الخامسة. هدوا الشاهين وذا الحين هذه الحبارة السادسة وطار شاهين وإن شاء الله إنه صايد بإذن الله. سادسة لك معاي، مرحبا بكم مشاهدين، رجعنا لكم، شفنا المتعة وشفنا الاستمتاع ونقول بيض الله وجه فريق رجلعه، يمتعون ويمتع الجمهور. ست حباري يستاهلون،
بالنوره ما راح بعيد بس فرق اربع اربع كم 8 نقطه 8 نقطه ما عليه اربع بكره بس بيجي. جاب اليوم 120 نقطه صحيح واخونا مشى من الكويت الله يجزاه خير اول مره يجينا وهذه ابرك الساعات الله يبارك وتحليله قال لك انت قلت 5 ابو ثامر صحيح ومشى قال 6 انا قربت ابو ثامر ابو ثامر ما شاء الله رمعاته قريب اي قلت خليني ازيد واحد فرقت واحده 120 نقطه عند ابو حمد اللهم صل على فريق ابو حمد ما قصروا صراحه اكيد اكيد 120 نقطه عشاها من الليله غنيه ليل غنيه ليل زين الله الله يوفقه ان شاء الله 120 هذه يا جماعه ما جات من عبث اصل الهجنه دايب الخبره بعدين شفتوا الرجال اللي تعب طيره نوخ المطيه وهذا اللي نقوله الذلول لديب تنفع الناقه لو انها من مخلفات الريس ولا المهجنات هذه القرايص كان ما بركت له مثل ما شفتوا مع ان عاقلها بيدها اليمين لكن الناقه تشتر والرجال حط طيره في ضرالها ورش طيره شوف هنا منفعه الذلول اللي تساعد صحيح مع ان اخوياه يدوجون حوله وهي باركه لو انها ما هي بديب كان فزت على اثر الهجن صحيح صحيح هنا الخبره والخبره كذلك في الرمح للطيور اكيد اللي يمتعونه وتو الجمهور يعني ما هم عجلين على النقاط حتى في تعاون بينهم وبين المصورين الله يجزاهم خير الله يعني لا شاف الحباره هدوها بعد التنسيق مع الشباب بيض الله وجيههم بيض الله وجيههم شفنا صيد فريق الاجلاء باقي صيد فريق الوعب اكيد فريق الوعب مع الوالد عتيق رشيد بالله فرشيد الخوله من السعوديه نعم ابو ثامر لبيك لبيت حاج سعود اذا بتوقع نفسي خلني ابرك الساعات ابرك الساعات يا طول عمر اتشرف الله يبارك فيك فريق الوعب والله الصراحه متعاطف مع الوعب لو اني مرشح لزكريا الله يكرمه بالخير ليش؟ ليه؟ لان بالشيبه ربنا يصيد كفو عشان يسمى كذا الشلات الحلوه وكذا الحاله الطيبه ها؟ عزل الله نقول 40 نقطة 40 نقطة حبارة وين؟ أبو سعيد ثلاث حباري نعم ما يحتاج ما شاء الله اليوم أبو سعيد فارقت الوحدة أنت لا خلصنا هي منها يا ارتفع فوق المهم الوحدة ذي ما عاد أقربها لا خلصنا منها أبو سعود أبو ثامر قال 40 يعني حبارة وين؟ والله أبو ثامر هالمرة بخالفة بروح مع أبو سعيد مرحبا بك 60 عقب ان شاء الله التغريده خلينا نشوف على الجمهور اكيد نشوف. الجمهور ينتظر مثل ما في جمهور لفريق الاجلاء اكيد جمهور فريق الوعب اكيد وكلنا ننتظر صحيح نشوف صيدهم والله الخطة احنا دائما كنا نروح شمال وشرق اليوم بنروح من شرق وبندخل من جنوب العرق والله كريم ان شاء الله والله حسين الحمد لله مستانسين صايدين امس والمعنويات عالية الحمد لله والصيد على الله وكل شيء الحمد لله الربع ما قصروا وحنا مستانسين الحمد لله صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام فريق الوعب هذولهم منطلقين من قبل شوي طبعا الفريق قاعد يبحث لكن لحد الحين ما عين شيء فلهم التوفيق توهم في اول النهار عسى الله يوفقهم ان شاء الله في طيب خاطرهم ويتناوشهم الصيد الفريق ما معينوا شيء من الصبح لقوهم ترى حبارة واحدة قصوها وسمعوا منها الحلو بالفريق إن إذا واحد من أعضاء الفريق نزلت معنوياته قام رفيقه وعزز له معنوياته وحمسه هذه فكرة جدا جميلة بين أعضاء الفريق والتعاون اللي بينهم عسى الله يفقهم إن شاء الله وفالهم الصبح حاولت سالم كل واحد يسار واحد يمين شوفوا استقطع شر الحبارة شر الحبارة في جدد هاي شوك شوف الطيارة يا ولد السلامة الحبارة هذه قصناها أنا وفهد والربع قصوا الحبارة الثانية قصناها هنا نزلتنا تحت وطارت وهدنا عليها الشاهين ولحقها والله لحق زين وصادها وهدي الحبارة ذي
الراعي الطير محمد بن علي الصليطي. يستاهل. ويستاهل الصيد. يستاهل الصيد أبو علي. هذه إن شاء الله الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة اليوم إن شاء الله. بكرة إن شاء الله متأهلين. ربع قصوا ترى حبارة من قبل شوي وهم قصون ترى حبارة عينونهم ترى حبارة ثانية والحمد لله الله وفقهم في الأولى وعاد باقي الثانية وإن شاء الله فالها في الحبارة الثانية إن شاء الله. حيه ليه من هد الحين طير من طير ابو ماجد طير يمكن طير حر هو ولا ابو ماجد عندنا طير حر بعد شاف الحبارة وين برقع وكريه ما نقدر تعال من الطير يا الخامسه الحين والسادسه والسابعه في الطير تابعنا وياكم مشاهدينا صيد فريق الوعب نقول لهم يستاهلون حبره وين ابو ثامر يخوف المصباح هذا مشكله حتى مشعل ها مشعل والله ما شاء الله يوم فرقت مع الرجال والله انا المفروض ارجع ثاني مره الظاهر كلنا يا مشعل الظاهر احنا كلنا بنعوض بالله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ابو ثامر ولا يهنون الحاضرين ولا المشاهدين احنا شفنا في صيدهم في هددهم وانتم كرامه والمشاهدين السلق راح وعض الحباره هو هذا الخطا الفادح اللي يغادي ضد او محسوب على القناص او الصقار او على الفريق نفسه على صاحب الطير والفريق كامل كمجموعه احنا تكلمنا من بدايه الحلقات وقلنا يا الربع لازم الله يعز وجهك والسبعين المشاهدين ان الكلب لازم يتعلم في الهدد على مع الطير والطير بالمثل على المطيه على الحصان او الكتف او الفرس هو قدر الله ما شاء فعل يا الربع ترى الطير اذا لاحظتوه عض الحباره نعم لو عض الطير كان ما ترقع تقصد الكلب الكلب عض الحباره الكلب الله يعز وجهك والسامعين والمشاهدين عض الحباره وشفتوه لو لا قدر الله عض الطير صح كان الطير ما عاد ينفع بالرياض والطير طيب الحمد لله طيب وهذا ما بيصير يعتقد ابو نهار هو نفسه؟ ما ادري والله اعتقد انه قرا شاهين طيب عز الله انه شجاع الطير ما تروع زين بس طبعا احنا مستمرين مع المشاهدين نعم مشاهدينا الكرام اللي احنا مستمرين معاكم وعاد باقي فريق زكريت وفريق درع الجزيره صادم ولا ما صادم ولا علومهم اذا الله اراد بعد الفاصل اذا الله اراد ان شاء الله ان شاء الله
مرحبا بكم مشاهدينا، ورجعنا الان الى فريق زكريت وصيد زكريت. اليوم اللي كثير من الجمهور ينتظر ابراهيم النعيمي والربع اللي معه، صادوا ولا ما صادوا؟ مشعل نبتدي بكذا عشان ما نروح صب ثامر، تعرف يمكن يعطينا. انا ابي ثامر عشان لا يجيلي. لا نبي عندك البدايه، نبي عندك البدايه. زكريت صاد ولا ما صاد اليوم؟ لا ان شاء الله انه صايد ان شاء الله. صاد ان شاء الله. كم نقطه عنده وكم وش الصيد اللي معه اليوم؟ حباره، ظبي، كروال، حباري. والله ظبي مبطي ما صادوا الربع. لا صح. إيه لكن حباره يمكن صادوا اتوقع اربع حباري. ما شاء الله كاتب 80 نقطه عند ابو خليل اليوم ان شاء الله. يستاهل يستاهل ابو ثامر. يلبيك. شوف اشوفك حاضر تحت امرك ابو علي اللي تشجعه وترشح للنهائي فريق زكريت. ارشحه وارشح الفرق كلها ولكن اللي ما يقسم 10. والله ودي يعني قلت قلبا وقالبا. يقسم 10 معناته التصريح اللي بتصيرها الحين الرجال ما صاد. لا 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 صاد؟ لا لا قول يلا بالعشرين. يلا بالعشرين. نعم. واحدة لا إله إلا الله حق. وسعيد الربع اللي قال أربع واللي قال واحدة. لا خير الأمور أوسطها. ها 20 إيش اسمه؟ حباروين. حباروين خلاص من له. حباروين. نعم. إذا سعود بغيره بسعود. بتغير بسعود؟ والله أنا ماني مغير بس أنا مع ابو سعيد. انا ابو سعيد انا مع ابو ثامر خلاص مني ولا خلصت منه. حلو حلو وين؟ ما ادري 80 والله اربع ثنتين. اربع ولا ثنتين؟ انا متردد بين الاربع والثنتين. ابو سعيد رمعت انا كان ودي ان تخلون ابو سعيد الاول ولا لكن الحين مع ابو سعيد. زين خلاص خلينا نشوف مع المشاهدين الكرام ونشوف الجمهور اللي يشجع فريق زكريت ونشوفه صاد ولا ما صاد ونشوف النقاط اللي معاه لغايه الليله هذه. نشوف معاكم وراجعين. الله بالخير. احنا في اليوم الثالث من المجموعه الرابعه. شوف فريق الزكريت سراح جهتهم العرق، يقولوا اليوم راح يطلعون من العرق. امس فرطوا اضبى اثنين، اليوم خذوا معاهم الله يعزكم الكلاب. وجهتهم على العرق يقولك من شمال لين جنوب وعقب يمكن يطلعون غرب. والله يوفقهم ان شاء الله ويوفق لهم التوفيق. ابشرك اول حباره كنا غابشين وطارت عندنا الحباره هدينا عليها الشايب ان شاء الله الحباره جايه ان شاء الله. مساء الخير.
حيا الله العين. هذه كنت قصين ترى؟ هاي قصت ترى يمكن حول 3 كيلو ولا 4 كيلو. ما شاء الله هارب. أكثر أكثر من 3 كيلو. يمكن حول 9 كيلو 10 كيلو. توفقتوا فيها. إيه الحمد لله رب العالمين. الصيد هاي ثاني حبارة. خير وعافية. إيه بالله ثاني حبارة اليوم إن شاء الله. نصيد غيرها وغيرها. الله يوفقكم إن شاء الله. آمين وياك إن شاء الله. هو يقول روح للجيات يبغى النواميس وراعيه تحت ينتفض مطياره، وما احنا اليوم روح على المطايا يبغى النواميس واحنا على المطايا ننتفض مطياره. اي والله ذا العين. ماك الله يهديكم. الله يهديكم. مرحبا فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم بعد ما شفنا صيد فريق زكريت وعريب النوره. اول مره تصيب؟ الحمد لله. الحمد لله من فضله. إحبارة وين؟ توفيق من الله. ويستاهل إبراهيم. وبعدين أبعدنا من الشبكة. خلصت ها؟ ما دثر عليك. لا لا خلاص. كسرنا التشويش. خلاص. نعم. أبو ثامر. يا لبيك. تلبيه مكة إن شاء الله. تنتهي. حي سعيد العشرين نقطة فرق. ولا تبغى النقطة. يعني ما من سلامة. على خفيف فاضي فرصة يعني. إيه صادق. ومشاركة تمدها 4-2. أنا سعيد رمعاته. خالف ابو ثامر، ابو ثامر خالفني فخالفته وصرت مع ابو صرت مع ابو سعيد. فارق ابو سعيد وفارق التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله ال 40 انها بتكون معه في النقاط، تكون طيبه ان شاء الله الاشارات وتساعده على تعز موقف اليوم في المسابقه. الله يرحم بكره المنكاب ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. بقي درع الجزيره. اكيد. خليني اتوقع الفريق هذا درع الجزيره قبل التوقع استعداداتهم امس ما صدوا الا واحده. واليوم اخر يوم قبل لا فرطوا واجد ترى فرطوا واجد يعني شافوا حباري. شافوا فرطوا قدامهم. قدامهم. هل تكلمنا عليه البارحة وقال أبي أجيه اليوم يصبحهم من الصبح اليوم وتناقشنا فيه. صادوا من الثلاث واحد ولا اثنتين روحوا وصبحوا منهم اليوم. ثلاثة اللي روحوا. لا لا. صبحنا في مكان. صادوا واحد البارحة. إيه صادوا واحد ولا واحد اثنتين حبر وين؟ ثلاثة يقوله. لا لا. واحد اثنتين. لا في الخشب. ثلاثة اللي طاروا جميع. اللي طاروا جميع ثلاث. يا أبو عدا ولا تبر ربع. ولا تصبح. صادوا في طرفه واحدة. وثنتين روحوا بس هذا الصبح اليوم هالكلام اول يوم مطيرين سبع لا اله الا الله شوف اول يوم مطيرين سبع اول يوم اول يوم لا احد تكلم بنهار ولا تبرع على الاسفل ما لي هاي اقول لك انه الرجال فرط واجد اي فرط فبناء التفريط ما اعتقد انه ما اعتقد صادوا شيء ما تعتقد صادوا شيء لا المخلاء فاضي اليوم فاضي ابو ثامر لبيك لبيت حاج ابو سعود يقول المخلة فاضيه هذا توقع والله اعطى ابو سعيد خذ متوقع ابو سعيد ولا اصبح عندك يا ابو سعيد بحط بيني وبين الملذي علشان ما عاد يثير شر ابو سعيد توقع ولا اصبح في يدك عندك التوقع التوقع الخوي لا بد يشد من خوي خويك يقول مع ابو سعود المخلة فاضيه المخلاء معه واحدة اللي هو بهوجه زين ابو ثامر خلي ابو ثامر هاي مبارك يلا يا مبارك يلا حط المسمار طالبك تم الشهيد افلس الشهيد افلس اقول قلتها وانا اتقرع منها الله يعينك بكره خلينا نذكر المشاهدين ابو ثامر الله يجزاه خير دعم فريق درع الجزيره بقراص شاهين في اثناء دخولهم المسابقه في الجوله الرابعه والظاهر ابو ثامر يقول القراص والله صاد الله صاد الله جد الله القراص قارد عليهم القرناش ظاهر القرناش انه افلس وهم يقولون يا ليتنا من حجنا سالمين زين زين نشوف صيد درع الجزيره اكيد صيدهم اليوم بس هو قال افلس كلهم قالوا افلس ان شاء الله يفرح خاطر هالجزيره ان شاء الله الله كريم خلونا نشوف صيد فريق درع الجزيره راجعين لكم يبين عليه انه هادي وراكد والله ما تاخر ان شاء الله اللي عند الله ان شاء الله بنعينه ما تاخرت عاد الشمس حتى ما طلعت يبون يحطون السرق والخروج موسيقى
ترى حباره. عذر عذر الطير عذر الطير يكبخ على يدك يا ولد واجد. عين ترى حباره الحين؟ قصيناه؟ تعال عندي ترى حباره. انت وينك؟ جنوبينا؟ خالد انا قدام خالد شيك على ذا الحبارات شو شعلوها؟ جديد الصبح امس ليل لا 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 البارح الليل ندوس المواتر ندوس المطاعم ندوس السواري غير ما في شيء بسيط علي يبقى لنا يقص لك الحباره ما تسوي الحين ابل انا شايعه ما تسوي نفس ذا الحباره اللي عندنا هنا ناس هذه هي وقعت هنا وروحت شمال روح صوب فهد نسوي يلا خلاص ابو غانم خلاص 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 اقبض 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 هذي بتوه 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 صار الحباره في الجنوب اركب اركب ترى حباره هنا 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 مخمد اهل الطيور خلكم قدامنا والهدد عنده ابو غانم فرقه درع الجزيره طالت من عندهم حباره وقعت هذه حروتها والحين رايحين على الحروه الربع حباره حروت تعالوا من صوب عشان جهه الجنوب عشان الحد يا الربع نبي نعودها شمال هذا هذا ذره هذا ذره فريق درع الجزيرة عين سر الحبارة هذام يقصونا ربنا يطعون عليه خلك خلك على لا ترى مو عندي مو عندي زين عود على الحبارة ذي سمعوها عود فريق درع الجزيرة حول على حروة الحبارة قص عين ثرها قصه رد ضيع الثر والحين عادهم يعودون على الثر بقصونا من جديد. ها عندك ذرها؟ هذه الحبارة مفاجئية تطير من بعيد. لا ربع في حبارة تطير من بعيد وشفها غربيتها. طارت اتجاه جنوب غرب. أنا الحين من جنوبيها، تعالوا لي أنتم من شمال. الصراحة احنا تعدينا الحدود. روحت اللي غرفها غرف مجداف من يوم شفت طيارها ما رجيته نقول لهم معوضين خير ان شاء الله فريق درع الجزيره ما قصروا طبعا نذكركم مشاهدينا للتواصل مع مجله الريان حول مسابقه شعريه خاصه للقلايل تلقون الارقام والعناوين موجوده على الشاشه ابو سعيد ولا يهنون الحاضرين ولا تصغر شفنا الحبار يوم طارت عندهم قريب وقال له هد عقب قال له اقبض المفروض انه يهد عليها والله ما هي بعيد مناوي يعني هدد والطير يكفخ شايف ما ادري انا وش اللي خلاه يقول الخويه لا تهد اقبض يمكن عنده غايه احنا ما نعلم بها لكن حتى يوم وقعت الحباره مهم قريب منها يعني ما قربوا على الحباره عجلين ما استعجلوا على الحباره لا في طير حدوه تالي مو في الحال مو لا حدوه تالي عقب ما شرحوا وقعدوا يدورون الحباره يوم يقول الحباره مفاقعيه ايه؟ والطير على بعد يمكنها طارت ثلاث مطارات سمعت لو انهم هدوا من اول ما طارت الحباره وهذا توفيق ما الله قسمها حزلها ما قسمها سمعت ولا هم كلهم صقاقير يعني ما فيهم كلام معروفين ريجي لكن ترى حتى الركاده الهدو العجله والربشه والتحفاز في الهدد سمعت
ويمكنهم ما كانوا حتى متوقعين الحبارة في المكان ذا اللي هي طارت منه. يمكنهم يحسبون انها ما كانوا متوقعين طارت فجأة. صادق هذا اللي فاجأني. من الله التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله معوضين خير عندنا مكان بكره. الله كريم. نذكر المشاهدين الكرام عندنا النقاط حقت اليوم. صيد اليوم. صيد اليوم نشوفها مع المشاهدين ونحسبها كم بالنقاط بالارقام نشوفها على الشاشة. طبعا فريق صيد الجلاعة وصيد الوعب وصيد الزكريت وصيد درع الجزيرة. الجلاعة 120 نقطة لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. والوعب 40 نقطة والزكريت 40 نقطة. والدرع الجزيرة معوضين خير الله ما صادوا شيء اليوم. خلنا نشوف المجموعة العام إذا الله حيانح كله حق ثلاث ليالي اللي هي أول مدخالهم نعم. وثاني ليل وثالث ليل نشوفها مع المشاهدين المجموع كامل ما شاء الله كان الله صلى على محمد. هذا اللي تطرقنا له وقلنا لكم أنه البطولة هذه أن الجلاعة كسر الرقم القياسي حق القلائل نعم صحيح وهذا غير المنكاف بكره اذا صاد يمكن بعد يزيد بزياده ان 300 نقطه للجلاعه و100 نقطه للوعب و120 زكريت و40 لدرع الجزيره يعني بالنسبه للجلاعه معدل كل يوم 100 نقطه ثلاث ايام 300 300 انجاز يعني انجازي بالله زين على طاري 120 نقطه اللي عند زكريت مثل ما قال علي سيد النوره قال انا اتوقع الفريق مثلا 10 حباري تصير مثل ما صار مع الفرق الباقي اللي صاد 6 واللي صاد 7 واللي صاد 8 وبنهار الحباري متوفى والكراوي موجودة والظروف متوفى عن اللي قابله 9 حباري بالضبط 9 حباري نعم زين فإذا الله راد بكرة إن شاء الله فرضا في المنكاف صادره 10 وهي يصير تعادل مع تعادل مع الجلاعة والله يوفقهم لكن لا بكرة لا إذا صاد 10 صار أكثر من جلاعة صار 320 نقطة نعم لكن الحمل ثقيل عليهم صعبة بكرة الحمل ثقيل عليهم وخاصة أن الرجوع الساعة 2 الظهر رجوع الساعة 2 وقضاب البيت وطويانه وخلصان منه والمسرح وتبغي يا ربك تعين وإذا ما توازنوا في المسرح والركادة وانتشروا انتشارا طيب فهذا العجلة ما راح تخدمهم بس سيد إذا بيصيدون 10 حباري بيتعدون الجلعة لكن هل الجلعة بكرة يصيد ما يصيد ولا ما يصيد يمكن يقول كان عندي 300 نقطة هو حاسبها حاسب صيده وعارفه يقول كان عندي 300 نقطة ولو هو يدري اليوم يدري هو عبد الله بن حمد يدري ان اليوم هو ياب اكثر عدد نقاط في المجموعات الثلاث اللي طافوا هو داري اي نعم هو قبل لا يدخل عارف المجموعة الأولى كم وصلوا والمجموعة الثانية والثالثة صحيح هو دخل هو عارف ان اعلى رقم كان 280 تقريبا صحيح صحيح نذكر 280 270 250 280 هاي حصيله الاربع ايام نعم حصيله ثلاث ايام تعدل 280 صحيح ايش رايك نذكر مشاهدينا بالتواصل الاجتماعي الانستغرام التويتر القلايل ان شاء الله بتعينونها على الشاشه هو مثل ما قلت انت يا ابو نهار يمكن الفرق اللي داخل احنا ما يدرون كل واحد كم صاد يعني فريق زكريت ما يدري عن فريق الجلعه والجلعه ما يدري عن فريق الوعب فبيجتهدون يعني ما راح يتراخون كلهم قال لك فريق الوعب ساعه متكلم في التقرير قال لك انا بكره بتاهل زين ونصيد وبكره بنتاهل ان شاء الله ربي يحالفهم الصيد ويحالفهم الحظ رب العالمين اللهم امين وخلنا نروح شوي نغير جو مع مشعل ونحفز الجمهور ونحفز عمارنا كذلك لبكره ونشوف من هو اللي بيتاهل معنا لكن يبي نسمع قصيده منك ابشر بشرك الله بالجنه يقول لا يا هجوسي ما يفيدنا الاعذار الوقت برد طبعا هذه القصيده عكس هذيك الصيف هذه في المقيض هذه في الهدد اول في الهدد نعم يقول لا يا هجوسي ما يفيدنا الاعذار الوقت برد وقبلت هده الطير حل الهداد وجابوا علوم واخبار وكل النقل طيره يمارس صقاقير يا زين جمعتنا على شبه النار نار سناها للدلاله المباهير مكرمات وسطهن بن وبهار وسوالف تطرب سموع المناعير الله ناخذ لنا في الوقت سجه ومشوار بين الفياض اللي زهتها النواوير برض الجزائر حول زرقون ويسار جبلي محيقن بين هاك العثامير أرض خلا ما داجها كل دوار غير الحباري وشق حريم ماذير تلقى جرائرهن مع الروض عبار زرق الغلب برق الظهور المخامير هي منو تلي بصقارة لهم كار تشفق ضمايرهم على تلة السير لا حولوا في فيض تنشنها الطار وتكافخ مبيض الدواغر مياسير ردوا على اللي كان وجهه اليادار وجه الغضيب اللي على علمه مغير سلام يهوي عليهن مثل قصاف الاعمار دابان ما عندهم راوه وتاخير افجح سراويله على الكف نشار عينه كما وصف الشمالي سناكير الينطلق
ما كان هلا يبي ثار يسوق في شوف الخصيمة التباشير يعنك فعله بالهدد ما بعد صار واللي معه كل انفعل دون تقصير شقر الحرار اللي له افعال واذكار من ساس فارس وافيات مغاتير ومعهن صواريم هوى كل صقار صد الفروخ مسخرات المدابير والى اخره. انا صح الله صح الله لسانك صح لسانك بيض الله وجهك وهذه برك الساعات وجودك معنا يا مشاهد. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم الى ختام حلقتنا وحلقتنا ان شاء الله ما انتهت احنا مستمرين معكم ان شاء الله باكر اذا الله راد ونشوف ربعنا اللي صادم ولا ما صادم الفرق اليوم ونشوف من اللي تاهل معنا باكر اذا الله احيانا ان شاء الله. نتمنى التوفيق الزكريت ونتمنى التوفيق الجلعه والوعب ودرع الجزيره فاذا الله راد خلكم على غات الريان غات الجميع وان شاء الله تحصلون اللي يغنس خاطركم ويمتعكم باذن الله تعالى. في امان الله وسامحونا القصور. مع السلامه. في امان الله.